الو موريتانيا. الو موريتانيا. الو موريتانيا. مساء الخير مشاهدينا الكرام، ونعتذر عن تأخير البرنامج اليوم لأسباب خارجة عن إرادتنا. على كل حال مرحبا بكم وسهلا كاملين معنا مشاهدينا في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج ألو الموريتانية، موعدكم مع هدايا وجوائز مقدمة من مركز خيرات الشام ومن ألبان توبلي ومن محل باراستور لبيع أدوات التجميل وأيضا من صالون وحمام نورا و صالون وحمام ريم للجمال ومن حلويات ومملحات نورا ومن صابون موك ومسحيق الغسيل سوفو. مرحبا بكم وسهلا مشاهدينا الكرام، وطبعا طريقة المشاركة في البرنامج هي عبر الاتصال على الأرقام التي تظهر الآن على الشاشة 43-43-81-34 ولا على رقم 43-43-81-35. وبسرعة على بركة الله نقبل أول اتصال معنا ونقول ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو الموريتانية، مرحبا بك وسهلا، من معنا؟ معك إبراهيم. مرحبا بك وسهلا إبراهيم. إبراهيم اتصل من منين يا إبراهيم؟ واكشوت. من أي بلاصة من واكشوت إبراهيم؟ لكسار. مرحبا بك. وشو ماسي إبراهيم مع رمضان؟ ما شاء الله زين، بداية رمضان روح قايم الجبران. أيوة الحمد لله اللي جبرتنا اليوم. أيوة الله يسلمك وشكرا على اتصالك إبراهيم. شو إبراهيم، لين أطرح لك سؤال وعندك ذرت احتمالات، عندك ذرت احتمالات يا تعطينا الاحتمال الصحيح. جاهز إبراهيم؟ والله جاهز. 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 يلا نشوف السؤال. قال لك إذا فقد الشخص إحدى العينين فإن نسبة ما يفقده من بصره هو النصف الثلث الخمس، أعطينا الجواب الصحيح. النصف. نصف. مقرش. مقرش. جواب نهائي. ألو. فقدنا الاتصال بإبراهيم للأسف. كنا نختارك إبراهيم تكمل معنا الإجابة، لكن على كل حال تعاود تتصل بنا مرة أخرى. شاكرينك وشاكرين كل المشاهدين، وتحية لمشاهدينا في مقاطعة الكسر، شكرا لهم. وطبعا ننتظروا اتصالاتهم هما وجميع المتصلين والمشاهدين في كل أنحاء الوطن، ونقبلوا اتصال جديد. السلام عليكم. ألو معاه. السلام عليكم. ألو الموريتانية. عليكم السلام. مرحبا بك وسهلا، من معانا؟ مع رامته من نواذيبو. مرحبا بك وسهلا رامته. رامته متصلة من أي بلاصة من نواذيبو رامته؟ من بغداد دلتا بلديق. ماش مرحبا بك وسهلا، ومرحبا به البغداد سوكوجيم. ورانا محيين أهل نواذيبو. رامته لين أطرح لك سؤال وتعطينا الجواب الصحيح. جاهزة رامته؟ جاهزة. جاهزة بس. ايوه طلعونا السؤال. سؤال يقول، سؤال يقول إذا فقد الشخص إحدى العينين فإن نسبة ما يفقده من بصره هو النصف الثلث الخمس، أعطينا الإجابة الصحيحة. النصف. النصف. النصف جواب نهائي. جواب نهائي بس. جواب نهائي. لماذا اخترت النصف؟ لماذا سميتني يظهر لك عنه النصف؟ هو الجواب صحيح. ألو؟ للأسف انقطع الاتصال برامتا، اتصلت علينا من وادي. وعلى كل حال رامتا نعتذر منك وطالب منك تعودي تتصلي بنا مرة أخرى يا رامتا. على كل حال الجواب نقبل مكالمة أخرى وإن شاء الله يعطينا الجواب الصحيح وتم معنا على الخط. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم.
السلام. يا مرحبا بك وسهلا من معانا. عليك السلام. مرحبا بك وسهلا من معانا. علي. علي متصل من منين علي؟ متصل من ميناء. ميناء سيزيام. او شو ماسي رمضان في الميناء؟ طبعاً زين ما شاء الله. ايوه زين عالي، تجهزنا نطرح لك سؤال عالي. ايوه سؤال يظهر هذه اللحظات على الشاشة، أعطينا الاحتمال الصحيح يا عالي. أوكي، قال لك إذا فقد الشخص إحدى العينين فإن نسبة ما يفقده من بصره هو النصف الثلث الخمس. النصف. النصف جواب نهائي. جواب نهائي. جواب نهائي. كنا نختارك تعطينا الجواب الصحيح، للأسف النصف ما هو هو الجواب الصحيح. نعتذر منك يا عالي، نعتذر منك، اتصلت علينا من الميناء ولا اعطيتنا الإجابة صحيحة والاحتمال صحيح. على كل حال شكرا لك على الاتصال، وتحية لأهل الميناء، ويتصلوا بنا وعندنا مكالمة جديدة. نقول ألو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك، من معانا؟ معك سيدي محمد. مرحبا بك وسهلا سيدي محمد. سيدي محمد متصل من منين؟ من عرفات. عرفات. أو شو ماسي مع رمضان سيدي محمد؟ رمضان زين الحمد لله. ياك اللي تعدل الرياضة سيدي محمد. الرياضة. عصر الصحة، عصر الصحة. أو شو سيدي محمد؟ سيدي محمد هون سؤال، والمتصلين اللي سابقك ما اعطاوا الاجابه الصحيحه، دورك تعطينا الاجابه الصحيحه وتربح معنا جائزه. اوكي والله ايوه سيدي محمد. السؤال يظهر ما عندك مشكله يا قال، ركز انت وتوف. اوكي يلا، السؤال يظهر على الشاشه سيدي محمد. اذا فقد الشخص احدى العينين فان نسبه ما يفقده من بصره هو النصف الثلث الخمس. هي ما هي النص قاع، هي ما هي النص، عجل اعطينا احتمال ما هو النص. ثلث البصل. ثلث البصل. البصل جواب نهائي. للاسف جواب نهائي. جواب نهائي ايهم؟ عجل اعطيني جواب نهائي. الخمس. 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 جوابك صحيح. جواب صحيح. برافو عليك سيدي محمد، جوابك صحيح. طبعا ما يفقده الإنسان عندما يفقد إحدى عينيه فإنه يفقد نسبة، يعني يفقد الخمس من بصره كامل. على كل حال شكرا لك، وربحت معنا سيدي محمد جائزة مقدمة من مركز خيرات الشام. ألف مبروك لك، وتحية للعرفات، وتحية لكل مشاهدينا في كل ولايات الوطن. ونتمنى ويتصلوا بنا على الأرقام، أرقام البرنامج، ونقبل اتصال. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. ألو عليكم السلام. مرحبا بك وسهلا من معانا. ألو. ألو سامعينك. معك خديجة من ملح. مرحبا بك وسهلا خديجة. خديجة. خديجة شو ماسي مع رمضان؟ ياك اللي زين، ياك اللي ما شاء الله في الصباح، رمضان زين ان شاء الله. ياك ما امين امين ان شاء الله. خديجة ياك ما تتعبي في تحضير الوجبات، وجبات وجبة الفطور، ياك ما تفطري ان شاء الله لانه بشري قيسين عطرو. ايوه زين، شوفي خديجة لا تربحي معنا ان شاء الله، يا قال اعطينا الجواب الصحيح. سمعتي لين تجازة؟ ايه والله. أو السؤال يظهر على الشاشة الآن، قال لك كم عدد السور المكية؟ هل هي 86 80 78؟ سور المكية. سور المكية. خديجة. ما عندي 86. 86 جواب نهائي خديجة. إن شاء الله. إن شاء الله. قار قولي لي كانك مقرشة من الإجابة ولا مالك مقرشة منها؟ جوابك صح، جوابك صحيح خديجة، ألف مبروك عليك. طبعا هي الإجابة الصحيحة 86، هي عدد السور المكية 86 صورة. شكرا لك على الاتصال يا خديجة، اتصلت علينا من ملح وربحت معنا
جائزة مقدمة من حلويات ومملحات. نورا ألف مبروك لك، وطبعا مشاهدينا نحيي متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك، شكرا لتفاعلهم ولتعليقاتهم، وأيضا مشاهدينا بإمكانكم الاتصال والمشاركة معنا في البرنامج إذا كانت الخطوط مشغولة، أعاود إذا كانت الخطوط مشغولة فيرجى منكم إعادة الاتصال ونقبل مشترك جديد. السلام عليكم. مرحبا بك وسهلا، من معانا؟ من معانا؟ معاكم منى. منى مرحبا بك وسهلا، متصلة من منين منى؟ منى الو منى، انقطع الاتصال بالمتصلة منى. على كل حال كنا نختارها يتواصل معانا، على كل حال نقبل اتصال اخر بسرعة. مكالمة جديدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معانا؟ معك يحيى من بولنوار. مرحبا بك وسهلا يحيى، شماسي بولنوار؟ شماسي رمضان بولنوار؟ ايوا بارد بولنوار. ما شاء الله زين، تبارك الله الحمد لله، رمضان زين. الحمد لله، ان شاء الله ينعاد عليك رمضان بالخير والصحة والعافية، ورانا احنا مسلمين عليه البولنوار كاملين. ايوا يحيى. يحيى يحيى انت جاهز نطرح لك سؤال يحيى؟ جاهز اوا زين. السؤال يظهر على الشاشه ومعك 20 ثانيه تعطينا الجواب الصحيح تربح معنا جائزه. اوكي يحيى. اهو بسم الله. قال لك ماذا تعني كلمه ابراهيم بالعبريه؟ هل هي اب كريم ام اب وقور ام اب رحيم؟ اعطينا الجواب الصحيح، معنى كلمه ابراهيم بالعبريه. أب الرحيم. جواب نهائي، جواب نهائي يا أحياء. الله أب الكريم. أب الرحيم جواب نهائي. أب الرحيم. على كل حال انت اعطيتنا احتمال وعقبت رجعت عنه. على كل حال يحيى نعتذر منك، كنا نختاروك قبيل تعود، سكنت على واحد من الاحتمالات اللي اعطيت. على كل حال شكرا لك ورانا معتذرين منك حتى، ونسلم على بولنوار، وارانا بما انك اول مره تتصل بنا رانا معتبرينها اجابه صحيحه، ومبروك لك على مبروك عليك يا يحيى. كنا نختارك بغيت تعود، قلت لنا اب رحيم، وطبعا هي الاب رحيم هي معنى كلمه ابراهيم بالعبريه. على كل حال تجاوبت صح يا قير، عقبت رجعت. مهم رانك ربحت معنا جائزة مقدمة من سوفو. ومشاهدينا ننتقل إلى مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بك، من معنا؟ معكم مريم من من منين؟ معكم مريم. مريم تم تصل من منين مريم؟ من كارفور. ما كارفور ماكشوط، مرحبا بك وسهلا. مرحبا بك مريم. مرحبا بك مريم. مريم تقولي لنا شماسية مع رمضان؟ رمضان زين تبارك الله. وعدتوا تمشوا في الليل تعدلوا الرياضة تجبروا الوقت. ايه نعدلوا أصل الصحة. شوي مريم، مريم دورك تجاوبيني على السؤال، وعندك جائزة مطروحة هون عندنا، عندك ثلاث احتمالات وعندك 20 ثانية باش تعطينا الإجابة الصحيحة. أوكي أوكي مش على نترك. زين جاهزة؟ يلا. قال لك أول من حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، عبد الله بن عباس، أم علي بن أبي طالب؟ أعطينا الجواب الصحيح. عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس. ألو ألو مريم. ألو مريم معانا؟ للأسف ما أعطيتنا الإجابة الصحيحة مريم، والوقت هو ما هو عبد الله بن عباس، والوقت ما أعطيتنا الاحتمال الصحيح، نعتذر منك يا مريم، وإن شاء الله تتصلي بنا مرة أخرى خلال الحلقة والله الحلقات الجاية إن شاء الله، ونعطوك إن شاء الله هدية، وعود مولي السؤال هو من هذا السؤال. على كل حال مشاهدينا عندنا مكالمة جديدة ونقوله ألو. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه كيف الحال؟ ياك لباس؟ من معانا؟ مانا. مانا انت متصله من منين علينا يا مانا؟ متصله من كارفور. مالي من كارفور، تحيه له الكارفور. كارفور ماكشوت، تحيه لهم. ومريم باط مانا. مانا مانا انت جاهزه؟ نطرحوا لك سؤال مانا، الوقت مات له من ياسر. ايوا قولي لي سؤال يظهر على الشاشه يا مانا. اول من حفظ القران الكريم عن ظهر قلب بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الصديق، علي بن ابي طالب، عبد الله بن عباس. ابو بكر الصديق جواب نهائي يا مانا. جواب نهائي. أمانة نعتذر منك، الإجابة ما هي الإجابة الصحيحة؟ ليس أبو بكر الصديق. نعتذر منك أمانة، ونعتذر من أهل كارفور اللي تابعونا حالا، كنا نختارك نعطوك جائزة لكن ما أعطيتنا الجواب الصحيح. بسرعة نأخذ مكالمة أخرى وربما تكون المكالمة الأخيرة في هذه الحلقة اليوم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك، من معانا؟ معكم فاطمة السعيد. مرحبا بك فاطمة، متصلة من منين؟ فاطمة متصلة من منين؟ سيارة. من سيارة بريمير، رانا محيينك ومحيين البريمير شماسية مع رمضان. فاطمة تبارك الله. او فاطمة شوفي دورك تعطيني الجواب الصحيح لهذا السؤال، راه هو قلب المتصلين اللي عاقبك، وظالي عنك يلا تعودي تعطينا الجواب الصحيح، اوكي؟ والله والله. ايوا زين فاطمة جاهزة؟ جاهزة. ايوا طلعوا لنا السؤال. من هو أول من حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس؟ ايوا فاطمة عجلي. علي علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب جواب نهائي. جوابك صحيح، جوابك صحيح فاطمة. نهائي. جوابك صحيح، وجواب صحيح ونهائي، وطبعا أعطيتنا الإجابة الصحيحة، شكرا لك وألف مبروك عليك، ربحت جائزة مقدمة من صابون موك. تحية لك فاطمة، وتحية لأهل البريمير اللي تابعونا حالا، وتحية لجميع المشاهدين في كل أنحاء الوطن وأنحاء العالم. والآن إلى مكالمة وربما تكون المكالمة الأخيرة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. للأسف انتهى الوقت مشاهدينا الكرام، على كل حال نعود ونلقاكم إن شاء الله غدا بحول الله، ومجموعة من الأسئلة والهدايا انتظرونا مشاهدينا الكرام في نفس التوقيت 6:30 على قناة الموريتانية. دمتم في أمان الله، لكم تحياتي وتحيات فريق البرنامج، والسلام عليكم.